يقول عجبت لمن خاف، اي واحد يخاف من اي حاجة، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اي واحد يخاف من اي حاجة يفزع الى ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله بعقبها يقول ايه؟ القلم بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبارته، وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر.